صوت مجلس الأمن الدولي أمس على القرار 2494 الخاص بقضية الصحراء المغربية، ومن خلال هذا القرار عبر مجلس الأمن وعبر مجلس الأمن المجموعة الدولية على ثلاثة الرسائل أساسية. الرسالة الأولى كتهم مسلسل الطاولة المستديرة كإطار وحيد الآن للبحث عن حل لهذا النزاع الإقليمي. ملي كنقولوا مسلسل الطاولة المستديرة فهذا أولا كيعني واحد الصيغة المشاركة اللي كتقتضي بأن كل الأطراف الفاعلة في هذا الملف خصها تكون حول الطاولة وتساهم في الوصول إلى الحل، بما في ذلك الجزائر المدعوة إلى المساهمة بشكل يتناسب مع مسؤوليتها في هذا الملف. الطاولة المستديرة هي كذلك واحد الهدف اللي أعطاه مجلس الأمن لها، واللي هي البحث بحال اللي كيقول مجلس الأمن في الفقرة الثانية، البحث عن حل عملي واقعي قابل للتطبيق وقائم على التوافق. ما كاينش غير هذا الشيء. هذا الطاولة المستديرة هي كذلك واحد المقاربة اللي كتقتضي بأننا نبتعدوا على النقاشات العقيمة، بأننا نزيحوا كل المقاربات المتجاوزة وكل الحلول الوهمية التي لا يمكن أبدا أن تتحقق على أرض الواقع. الرسالة الثانية اللي بعتها المجلس الأمن من خلال هذا القرار كيهم هذه العودة للتمديد ديال 12 شهر للمينيورسو بدل 6 شهور، واللي كنشوفوا فيه نقطتين. النقطة الأولى هي أن مجلس الأمن كيبغي واحد النوع من الهدوء، واحد النوع ديال الرصانة في المسلسل لتحقيق نتائج ملموسة. والنقطة الثانية هي أن مجلس الأمن كياخذ بعين الاعتبار واحد السياق إقليمي اللي فيه تحولات واللي كيحتاج واحد النوع ديال الوضوح في الرؤية، واحد النوع ديال المسافة، باش كل فاعل يكون عنده الإمكانية باش يساهم بشكل كامل وبشكل مسؤول في البحث عن الحل. الرسالة الثالثة كتهم تأكيد مجلس الأمن ومن خلاله المجموعة الدولية عبر هذا القرار على وجهة الموقف المغربي وعلى القوة ديال المرتكزات ضد هذا الموقف في إطار الدينامية الإيجابية اللي كيعرفها هذا الملف على المستوى الدولي. فالقرار حافظ بل وعزز في بعض الأحيان كل المكتسبات اللي كانت عند المغرب في قرارات مجلس الأمن السابقة، سواء تعلق الأمر في أولوية مبادرة الحكم الذاتي، سواء تعلق الأمر في نوعية الحل الذي لا يمكن أن يكون إلا عملي واقعي وقائم على التوافق، سواء فيما يتعلق بإحصاء سكينة تندوف، أو سواء فيما يتعلق بتحذير الموجه للجماعة البوليزاريو بأنهم يتوقفوا على أي استفزاز في منطقة جنوب أو شرق الجدار الأمني واللي من شأنها أنها تهدد هاد المسلسل. إذا هذه الرسائل الثلاثة المهمة اللي بعت بها مجلس الأمن في سياق هذا القرار اللي كيجي عشية احتفال الشعب المغربي بالذكرى 44 للمسيرة الخضراء المضفرة اللي مكنت المغرب من استرجاع هذا الجزء العزيز من ترابه. المغرب كيأكد التشبث ديالو بالمسلسل الأممي في إطار المحددات اللي كاينه في هذا القرار، وكذلك في الاحترام التام للخطوط الحمراء اللي وضعها الخطاب الملكي ل 2015 واللي كتهم انه لا حل خارج مبادره الحكم الذاتي والاحترام التام لسياده المغرب الترابيه ووحدته الوطنيه، لا مسلسل بدون مشاركه كل الفاعلين الحقيقيين في هذا الملف، لا اطار خارج اطار الامم المتحده، ولا نقاش حول قضايا جانبيه الغرض منها هو تحويل النقاش حول الاساسي اللي هو الحل واستعمالها لاغراض ما عندها حتى شي علاقه بهذه القضيه.